إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء. فكما شرنا من خلال العنوان، فرغم عقوبة الويفلو الصادرة حق فريق الرجاء الرياضي، إلا أن هناك تجهيزات أمنية كبيرة تسبق هذه القمة اللي كنا كنتمناو أنها تكون يعني بحضور جماهيري، خصوصا أننا كنعرفو جمهور فريق الرجاء العالمي وكذلك تواجد ديالو قوي في الملاعب الرياضية. فقمة كتاب لها أنها تكون بدون جمهور، قمة كتجمع بين جوج فرق يعني كيقلبو على تصحيح المسار ديالهم، خصوصا فريق الرجاء الرياضي اللي كيحاول إعادة الأمجاد ديالو وتحقيق لقب البطولة من جديد، وكذلك فريق الفتح الرباطي اللي ولا كيشكل الآن يعني في السنوات الأخيرة فريق تنافسي، فريق أنه طامح لأجل تحقيق لقب البطولة وكذلك المشاركات الإفريقية. فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، فالتعزيزات الأمنية فهي الآن كثيرة في محيط الملعب، رغم أن كما كنقولوا مباراة ويكلو، فدائما العدد ديال رجال الأمن هو تكون نفس العدد، يعني رغم أن المباراة كتاخذ طابع الويكلو فإن التجهيزات الأمنية فضروري كتكون على قدر اللعب. فكنا كنتمناو أن المباراة يعني تكون حضور جماهيري، حضور جماهيري اللي كنعرفوه على جمهور الرجاء الرياضي، لكن للأسف يعني عقوبة الويكلو كتبت على هذه المقابلة اللي أكيد كانت غادي تكون قوية، حضور جماهيري. بالإشارة فهذه المباراة مشاهدي قناة شوف تيفي كان مبرمج لها يوم الأحد بسبب مباراة سوبر ليج، نهائي سوبر ليج ذهاب بين الوداد الرياضي وصن داونز، خلى أن تأجل إلى يوم الاثنين. فكما تشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، العناصر الأمنية متواجدة بشكل كبير، لذلك قوات مساعدة والأمن الوطني. يعني مازال كنشاهدوا توافد العناصر الأمنية أونبي started. فكما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، عدد كبير من العناصر الأمنية الآن في محيط ملعب مركب الرياضي محمد الثاني، رغم أن المباراة عندها ذاك طابع الويكلو، فدائما نفس العدد اللي كيكون في المباراة بالجمهور هو نفس العدد اللي كيكون مباراة بدون جمهور. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي بهذا اللايف السريع هنا أمام مركب الرياضي، وصلنا دونور، وصلنا إلى نهاية هذا البث المباشر، على أمل لقاء بكم بث مباشر آخر، وشكرا. Thank you.
كروسه. Você pode fazer um